وقعت التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وبنك مصر بروتوكول تعاون بقيمة 60 مليون جنيه لرعاية 100 ألف أسرة وتغطية تكاليف الزواج لألف أسرة من دكان الفرحة يشمل البروتوكول توفير الدعم الغذائي لأكثر من 100 ألف أسرة من الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر فقرا ذلك من خلال مبادرة بالهنا والشفاء بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز ألف فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية بكافة مستلزمات الزواج